is different, completely different than the other games. Congratulations for the subs. What is the reason? It was a good performance today. Maybe because they took rest, good rest after the break. After the rest, we got the break. And no, we never had a break. حضرتك بتقول في يعني بتقول مبروك ويمكن عشان اللعيبه تعافت من بعد فتره الاجهاد والتوقف وبيقول حضرتك ما كانش في فتره توقف بيقول لك التلات ماتش ورا بعض ما كانش في فتره توقف الحاجه الوحيده بس اللي عملناها احنا غيرنا الهجوم بتاعنا حطينا لعيبه يعني فايقه يعني عملنا جديده يعني غيرنا وحطينا ايمن ناحيه الشمال ايمن اشرف ناحيه الشمال ولعبنا قفشة 8 ارتكاز مركز نمرة 8 شكرا طب مش ست لواء مين كونجراتوليشن في الاهلي كان لاست سيزون We lost against Mahal and back to Ahli and many games and Zamalek and many games we have to, and even Smuha in the same pitch we lost last year. Today, yeah, you have a good repository result to all of them. Now you have a good understanding for the Egyptian league, how it is played. I'm only 13 months. طب انا اقول اي ترانسليت ذا كويشن حضرتك بتقول له السنه اللي كان في تعثر قدام الجيش وقدام فرق كتيره اللي احنا كسبناها في الفتره الاولانيه مع بدايه الموسم يا ترى فاهم ده فهم الدوري اكتر بيقول لك ابيت 13 شهر بس في مصر يس I'm only 13 months here. 13 شهر بس في مصر. Give me time. اديني وقت اكتر. The team has not played exactly the way I want. الفرقه لسه ما بتلعبش بالظبط بالطريقه اللي عايز العب. لسه بيرتكب اخطاء. Sometimes I want to keep zero behind. احيانا ساعات بحاول احافظ على الشباك النظيفه ما يخش فيها اجوان. But because of the attack. لكن عشان بنهاجم على طول. We open a little bit at the back. بنفتح ورا شويه. But we play different, you can see. لكن طبعا بنلعب باسلوب مختلف حضرتك شايف اكيد. And now I have an understanding of the league. دلوقتي بقيت فاهم زي ما حضرتك قلت فاهم دلوقتي اكتر الدوري المصري. بتعلم واحده واحده. اتفضل اخر سؤال. Last question. Congratulations for the win. الفوز الكبير بتاع المملكه ده 3 بوينتس عايز اقول لحضرتك ان في طريقه النهارده بتلعب في الدوري المصري بدون مهاجم. لا you are playing without a real striker. We don't play without your initial striker محمد شريف and you won't for the what is the secret of that? We played without a striker tonight. بقول حضرتك انت حضرتك بتقول معلش I'll translate the question. حضرتك بتقول بيلعب من غير راس حربه وبنلعب بيقول لك في غير محمد شريف اتكلمنا على الحته دي فبيقول لك انا لعبت براس حربه حضرتك بتقول ما لعبش براس حربه انا لعبت براس حربه النهارده بيرسيتا از بلاينج از ا وينجر بيرسيتا بيرسي بلاير لا لا هو كان بيلعب راس حربه صحيح شريف مع المنتخب بيلعب كوينج على الطرف هنا بلاي اون ذا سترايكر انا بلعبه نمره 9 راس حربه لكن هو بيرسي النهارده كان راس حربه وكان بيزي از نمبر 9 كان لعب اشهر حربه على الاطراف كعبد القادر وحسين يعني هو ما كانش وينج طب فين هو في واحد بيزي از نوت ا وينر هيز ا 9 بقول حياتك هو ما لعبش النهارده معلش يمكن هو ما لعبش النهارده كوينج هو لعب راس حربه صريح الماتشات فيه ماتشات طبعا شريف كويس جدا فيها بس زي ماتشات الزمالك ادى كامل جدا شريف شريف فاهم طبعا الدوري المصري وعارف طريقه لعبه بتناسب الدوري المصري We might not use him as a nine. لكن في بعض المباريات ما بيستخدموش كلمه تسعه وبيلعب مثلا حد زي بيرسي. اوكي؟ Remember Tyre played number 9 against Zamalek. وساعات برضه قدام الزمالك لعب طاهر رقم تسعه فهو عنده فيه تنوع. So, thank you. التوقف هيأثر على انا مش عارف هو قال حياتك لا اوكي طب اوكي اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل حضرتك اسال اتفضل يا فندم انا بقول لحضرتك الاداء the break will have maybe will affect the team the break will have positive or negative the break will have almost 1 month it will be positive or negative for the professional team well we can only say is positive or negative after هو السؤال بيقول التوقف هيبقى ايجابي ولا سلبي للفريق فبيقول ما اقدرش نقول دلوقتي لولا لما نرجع تاني هنقدر نعرف اذا كان سلبي ولا ايجابي. تسالني انا نفسي العب كمان 3 4 ايام واكمل لعب. لان المود بتاعنا كويس في حاله كويس حاله مزاجيه كويس. حاله مزاجيه كويسه وبنسجل اهداف كويس بنسجل اهداف. انا مش عارف بس
هنشوف ان شاء الله. شكرا. طب انا ما اعرفش بقى هكتب اعمل ايه، اخد سؤال، ناخد السؤال. طب اوكي.